رجعت لحضراتكم مره ثانيه، بفكركم بكره ان شاء الله بنفتح الملفات الرمضانيه، يعني برضو من ضمن هذه ملفات البرامج اللي بنشوفها على الشاشه سنويا، منهم نجوم وفنانين مصريين وعرب واجانب بيتهزقوا بيتمسح بكرامتهم الارض، ولكن في المقابل المبلغ كبير، 25000 دولار هو الحد الادنى، وبيصل الرقم لمليون جنيه، 50000 دولار، 60000 دولار، 70000 دولار بنتهزق بالفلوس. هل ده مقبول ولا مش مقبول؟ هل ده بيأثر على صوت الشخص ده في النهاية ولا لا؟ ده موضوعنا بكرة إن شاء الله في الثالثة والحلقة الثانية من برنامجكم عما يتساءلون مع أحمد عبدون. رجعنا بقى للدكتور حذيفة المصير اللي كان برضو بيعترض على كل ما قيل في هذا المقال وكل الدباجة اللي قالها الأستاذ عادل النعمان. طب الاعتراض الثاني يا أستاذ دكتور مصير؟ أكثر من نقطة، قلنا مسألة الإسراف. الإسراف ليها جانب. تمام. مسألة إن الجمعيات الموجودة ديت، يعني أنا ممكن أنفذ الاقتراح اللي قاله الأستاذ عادل، إن أنا أنظر إلى وجهاء الحاجي والمجتمع، إن أنا أتعاون معهم في توزيع المسألة ديت، إن الكرتونة في نفس الوقت يعني التجربة اللي قالها الأستاذ عادل بتاعت ألف دولار، اللي هو الراجل اللي جاب ألف كرتونة وبدأ يبيع ويعمل، أولا موجود عند الحرم، موجود بيحصل في مسألة زكاة الفطر بعض الأحيان، زكاة الفطر بيحصل امام الحرمين في مكه والمدينه، وناس تتغافل وتغمض عينيها وتقول لك ما انا ماليش دعوه، مش مشكلتي، انا عملت اللي عليا ووزعوا عليه. هو نفتي نفس الفتاوى برضه اللي لابد من اخراجها السلعه، يعني دي برضه اللي قلنا الفلوس. لا، الفتوى في مصر قائمه على ان يجوز اخراج زكاه الفطر سواء نقودا. لا، في بعض الدعاه بيطلعوا في الاعلام بيقول حاجه، لا في مصر بيطلع نقود، لكن اصاع الشعير بيتباع في بعض الاحيان، بيتباع قدام عيني. في اعتراض ثاني، في اعتراض ثاني على النقط دي. فالتجربه اللي قالها بتاعت الالف كرتونة وانه يشتري ويرجع تاني، الخطأ فيها مش في التجربة نفسها، مش في ان انا رايح افطر صايم او اجيب له كرتونة، الخطأ فيها في ان انا معرفتش اضبط المنظومة في الاول مع الراجل اللي جاي، ان انا اجبره انه يجيب الخمسة بالفعل قدامي ووزعها، هو قدر يتحايل عليه، فانا ما اقدرش اهدم المنظومه الموجوده. يعني انت مع استمرار جمع التبرعات لشنطه رمضان بنفس الطريقه اللي احنا ماشيين بيها، بس محتاج ان انا احاول اضبطها واكيفها وادخل فيها نوع انواع الشفافيه في الانفاق في المجتمع. وانسى ان المشروع بدا يا دكتور دون تنظيم جيد.